بغينا نعرفوا غير واش الجزائر تعترف بدولة إسرائيل. السلام عليكم إخواني متتبعي قناة أخبار وثقافة، مرحبا بكم في لقاء جديد معكم. نتمنى إن شاء الله الجدد يشتركوا معنا، أما قدماء يديروا نجام وتعليقات. بالنسبة للقضية الفلسطينية، قضية كيتحدثوا عليها الناس في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، خاصة الإخوان في الجزائر، وكيتهمونا احنا بالخيانة والتطبيع. القضية الفلسطينية خصكم تعرفوا إخواني باللي نتوما ما درتوا لها حتى شي حاجة غير الشعارات، الحكام ديالكم، أنا أقصد الحكام. ربما كاين الناس اللي راهم غاديين في هذيك الطريقة باللي نتوما درتوا شي حاجة، القضية الفلسطينية واقفين معاها موقف شجاع وموقف بطولي، ما كاين والو. حتى في الأمم المتحدة وحتى في التصريحات ديالهم كيقولوا معترفين بحل الدولتين في حدود 67، وهذا حل الدولتين في حدود 67 هذا راه اعتراف ضمني أو اعتراف صريح بدولة إسرائيل، واعتراف صريح بالتطبيع وبعملية السلام. حقيقة عملية السلام كانت هي الأساس باش الآن دولة فلسطين قائمة، لأن عملية السلام ابتدأت من المغرب، من فاس، مؤتمر فاس الأول ومؤتمر فاس الثاني في الثمانينات، كانت مؤتمرات من أجل القضية الفلسطينية. والمغرب خصكم تعرفوا هو الدولة الأولى التي كانت ولا زالت مع القضية الفلسطينية، ففي المغرب تم الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل وحيد للشعب الفلسطيني. وفي المغرب لما تعرض مسجد الأقصى للحريق كان الحسن الثاني، المغفور له الحسن الثاني، أول من دعا إلى مؤتمر إسلامي، أول مؤتمر إسلامي تعقد في الدار البيضاء في 69 دفاعا عن القدس الشريف. والمغرب كان دائما مع القضية الفلسطينية، والمغرب هو سبب ديك الدولة الفلسطينية الآن اللي كاينة، على إثر على تعاون مع الدول، في حقيقة دول الخليج العربي والدول العربية المعتدلة، كانت عملية السلام اللي مشى لها أنوار السادات ورجعوا سيناء، وكذلك قامت دولة فلسطين في مؤتمرات أوسلو ومؤتمرات كامب ديفيد وغيرها من المؤتمرات التي كانت في الحقيقة عن طريق السلام، لأن العقلاء ديال العرب شافوا أن الحرب لن تكون في صالحهم مع الكيان مع إسرائيل، لأنها دولة أصبحت تحميها دول أوروبية، ولا يمكن إلا أن يلتجئوا إلى عملية السلام، لأن الحكمة هكذا تقول. أما الشعارات في فيسبوك اللي درنا القضية الفلسطينية ودرنا القضية الفلسطينية، لو كان راكم واقفين مع القضية الفلسطينية كما راكم طعنين المغرب في ظهره بتبني والتغرير باهل الجنوب باش يديروا دويله في الجنوب، وعطيتوهم عطيتو الفلسطينيين نفس الاسلحه ونفس الدعم ونفس الدبلوماسيه. شوف الى وقعت شي حاجه في الصحراء اجبر الجزائر تقوم ولا تقعد، سواء في الامم المتحده وفي مكان تحركات كيقولوا يتحدثوا عن الصحراء المغربيه، اما قضيه فلسطين فيتحدثون عليها مناسباتيا. فكم تعرضت غزة للقنابل والدمار، فماذا فعلت الجزائر؟ هل أقامت الدنيا ولم تقعدها كما تقوم في مسائل داخلية للمغرب؟ ماذا؟ ماذا هذا التناقض وهذا الضحك على البسطاء؟ هذا ضحك على البسطاء. لو كنتم تقفون مع القضية الفلسطينية وقضية فلسطين العادلة كما تقفون اليوم مع بعض المغرر منهم من أبنائنا أبناء المغرب، الذي بهذه المناسبة نطالبهم بالعودة إلى وطنهم، لأنهم مغاربة أبا عن جد منذ السلاطين الأقدمين، منذ قيام الدولة الإدريسية، منذ العلوي المرابطين والموحدين والعلويين والسعديين، يعني هذوك كانوا دائما البيعة تطوق أعناق أجدادهم وآبائهم وهم مغاربة، لا يمكن التغرير بهم. حتى خصك بعد نعطيك واحد المعاهدة، واحد القضية، هي أن في المغرب لما كان يطالب بموريتانيا، لما كان يطالب بموريتانيا، وكان بعض الإخوان من موريتانيا يريدون اتحاد كونفدرالية بين المغرب
وموريتانيا، ومنهم الفلو الدعومير والمختار البوه في مذكراته، ولكن الحمد لله اليوم موريتانيا استقلت وهي حره وذاك الشيء احنا ما ندخلوش شؤونها. الجزائر لم تكن تعارض عوده موريتانيا الى المغرب، حتى ان بن بله الرئيس المرحوم بن بله قال في حوار مع الجزيره يمكنكم الرجوع اليه، ان لم يرد السلام على ممثل موريتانيا في تلك الفتره. لذا الجزائر لم تكن تعارض. اليوم بعد معاهده افران وبعد ما المغرب دار معها الحدود في معاهده شريطه الوقوف معها في استرجاع اراضيه التي كانت تحتلها اسبانيا، الجزائر طعنتنا في الظهر، وهذا الطعن ديال الظهر جوابا على بعض المتدخلين في القناه ديالي اللي كيقول لك المغرب طعنا ودارنا ودارنا. المغرب كان دائما معكم، وحتى هذا عمليه التطبيع راه السبب ديالها هي الجزائر اعتادت علينا. الجزائر لم تترك شيئا الا اعتدت به. واش نسيتوا ايام الصام اللي دخلته الجزائر لواحد المجموعه ديال الناس اللي ما عندهم والو، قد جيب لهم الأسلحة المتطورة من الدول الشيوعية وجاب فيها الخبراء الشيوعيين من كوبا ومن الجزائر ومن ليبيا، كلهم كانوا يتعاونوا على المغرب. هذه ماشي خيانة، هذه ماشي طعن، هذا طعن وخيانة. المغرب التطبيع جاه لما الجزائر ضغطت وعملت كل الوسائل الممكنة، والمغرب طبع في إطار واحد المجموعة عربية رأت أن هذه حلول واقعية. احنا المغرب الحمد لله كاين من يعارض التطبيع، كاين اللي مع التطبيع، احنا دولة ديمقراطية، هناك جمعيات ومنظمات تعارض التطبيع، ولكن الأساسي هو أن المغاربة دائما ملكا وحكومة وشعبا مع القضية الفلسطينية بواقعية وبإخلاص وتفاني، وملكة رأس لجنة القدس ودائما كيدافع على القدس، ودائما لما كتحدث شي حاجة في القدس كيراسل جميع الدول والمنظمات، الأمم المتحدة، رؤساء الدول اللي في مجلس الأمن، دائما واقف مع القضية الفلسطينية، وعمرنا ما خلنا شي دولة ولا اعتدينا على شي دولة. وشكرا لكم، السلام عليكم.